يقول أخونا في حال صيام النافلة فإن الإنسان قد يدعى لشراب كالشاي ونحوه فيفطر أو شيء آخر فيفطر، أن يقول أنا صائم وقد تكون بغير إفطار، يعني ما فهمت السؤال، لكن على العموم النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو، أي من باب الدعاء لهم. وهذا يدلنا على أن العلماء يقول إذا دعي المرء إلى وليمة استحب الأكل منها ووجب حضورها، وهي وليمة النكاح وهي آكد الولائم، فإنه يحضر ولا يلزمه الأكل منها، إلا على رواية ذكرها بعض فقهائنا أنه يستحب الأكل، أنه يجب الأكل من الوليمة، وهو متجه لكن عموما الجمهور على أنه يستحب الأكل، إلا أن يكون صائما فإنه يدعو لصاحب الأكل يقول بارك الله لك، فيقول إني صائم، وليس في ذلك من الرياء شيء البتة، ليس من الرياء في ذلك شيء. وقد قلت لك أن الصائم لا يدخله الرياء، وإنما يدخله تشريك النية، وذلك يستحب لك أن تتلفظ جهرا، لك أجر إذا تلفظت قلت أنا صائم لك أجر، بل السنة أن ترفع صوتك، نصوا عليه. إذن ليس هذا من الرياء، وإنما هو من مداخل الشيطان على ابن آدم.